أحبائي مشاهدي قناة الحرية وشركاء الصلاة في كل مكان في العالم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج قوة الصلاة. عاوز أقول إن النهاردة حلقة مهمة جدا، لأن النهاردة نفسي أتكلم عن أساسات الشفاء الإلهي من خلال كلمة الله. النهاردة عاوز أفتح قلبي وأقول لكم ليه أنا بأؤمن أن صلاة الإيمان تشفي المريض، ليه أنا بأؤمن بأن لابد أن نصلي من أجل الشفاء ومن أجل أن الله يتدخل ويصنع معجزات. ده مش مجرد خواطر في ذهني، لكن ده إيمان مبني على كلمة الله الصادقة. النهاردة عاوز أوصل رسالة لكل مريض بيشاهدني أو لكل إنسان بيشاهدني مهتم بشخص قريب منه ومريض وبيصلي له. عاوز أقول لك الصلاة سوف تصنع المعجزة، الصلاة سوف تحرك يد الله لكي ما يصنع المعجزة. والخبر المفرح جدا اللي عاوز أقوله لك إن إرادة الله هي الشفاء، لأن المحتاجون إلى شفاء شفاهم والذين لمسوه. أنا بتكلم عن إلهي وربي وسيدي يسوع المسيح. جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. وبوجه دعوة لكل مريض بيشاهدني أيا كانت خلفيتك، إذا كنت تؤمن أن يسوع المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد، فلمسة يسوع ستقدم لك الشفاء أيا كان المرض. ما يفرقش نوع المرض، الأطباء يقولوا زي ما يقولوا ما فيش فايدة، لكن لمسة يسوع تقدم الشفاء الإلهي. بدعوكم أنكم تركزوا معايا وتتحدوا معايا في الصلاة، وأنا بعلم بالإيمان أن النهاردة يوم ستجرى فيه آيات وعجائب ومعجزات باسم الرب يسوع المسيح الذي له كل المجد. اسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، بشكرك من كل قلبي لأنك إله محب للبشر. بشكرك يا رب لأنك تسمع صوت تضرعاتنا، تسمع أنين قلوبنا يا رب وتتحنن. كل مريض يا رب رأيته تحننت، مددت يدك بالشفاء. أنا أؤمن إنك حي، أنا أؤمن إنك موجود، أنا أؤمن إنك أنت أمس واليوم وإلى الأبد. أنا أؤمن يا رب أنك تريد اليوم أن تصنع شفاء عظيما يا رب لكل نفس تشاهدني وفي قلبها إيمان وثقة فيك. يا رب بصلي النهاردة من أجل يوم مليان بالمعجزات. بصلي النهاردة إنك تعلن ذاتك يا رب ليتعظم اسمك يا رب من خلال ما تجريه من آيات ومعجزات في هذا اليوم. ليك يا رب يسوع بهدي كل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد. آمين. Oh,
النهاردة عاوز أقول لكم الأساس الكتابي اللي أنا بستند عليه وأنا بصلي من أجل كل مريض، وأنا بشجع كل مريض أنه يصلي ويستقبل شفاء إلهي. أنا مش بعتمد على مشاعر أو أحاسيس، لكني بعتمد على حق معلن بقوة في كلمة الله بأن إرادة الله هي الشفاء. البعض بيتواصل معي يقول أنت ليه بتعشم الناس؟ أنت ليه عاوز الناس المرضى تتعشم؟ في ناس مريضة خلاص واستسلموا لأمراضهم وبيعتبروا ده ابتلاء. على فكرة فكر الابتلاء ليس فكر الكتاب المقدس. يمكن بعض اللي بيشاهدوني من خلفيات غير مسيحية بيؤمنوا بمبدأ الابتلاء. الحقيقة عاوز أقول لهم ده مش فكر الكتاب المقدس، لكن فكر الكتاب المقدس إن إلهي الذي أعبده عندما أعلن عن ذاته إنه يهوى رفا، يعني الإله الشافي. وهو اللي قال في سفر الخروج إصحاح 15 عدد 26 أنا هو الرب شفيك. ده الإله اللي احنا بنصلي له، هو إله الشفاء. المسيح لما تجسد وجال في الأرض كان يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليه إبليس، وصنع معجزات، والكتاب يقول والمحتاجون إلى شفاء شفاهم. إذن أنا مش عاوز الناس تتعشم. أنا بقول لكل مريض بيشاهدني أنا مش بعشمك، أنا مش عاوزك تبقى متعشم، أنا عاوزك أكتر من كونك متعشم. حلو إن الواحد يعشم في إلهه، أنا عشمان فيك يا رب وإنت مش هتغزلني، لكن القصة مش مجرد عشم، لكن القصة أكبر من كده. أنا أؤمن بيك يا رب، أنا مش عاوز يكون عندك عشم في إلهك، لكن أنا عاوز يكون عندك إيمان بإلهك. هذا الإيمان مصدره كلمته، وكلمته صادقة وأمينة. يا جماعة الكتاب المقدس يقدم إلهنا كالرب شافينا. ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، وحيثما تواجد الرب يسوع المسيح كان هناك مرضى يشفون. والمسيح نفسه كلف تلاميذه قائلا اشفوا مرضى، وإن كنت واحد من تلاميذ المسيح فلك هذا التكليف العظيم. الكتاب المقدس قدم إلهنا كإله الرجاء ليملأكم إله الرجاء. في رسالة روميا صح 15 عدد 13 تقدر تلقى هذا اللقب لإلهنا، إلهنا هو إله الرجاء، لكن إبليس هو إله اليأس وخيبة الأمل. إذا كنت بتشاهدني وإنت بتقول ما فيش فايدة، ما فيش رجاء، خاب أملي، فأعرف أن كل هذه الأفكار هو من إبليس، هو إله خيبة الأمل. لكن إلهنا هو إله الرجاء. أنا مش ببيع وهم، لكن أنا بعلن حق كتابي، وهذا الحق أؤمن به من كل قلبي، وقد تبرهن لي على مدار سنين طويلة خدمت فيها ربنا وأعلنت هذا الحق أنه حق. شفت بعناية، مش عاوز أقول ألاف، ممكن أقول، لكن خليني أقول مئات، مئات المرضى اللي الطب ما كانش بيقدم ليهم أمل، لكن وجدوا الأمل والرجاء في ربنا يسوع المسيح. مفروض اني طبيب، ومفروض ان انا فاهم المرض الكورس بتاعه شكله ايه، ومفروض ابقى فاهم البروجنوزيس يعني المرض هيمشي في اي اتجاه،
لكن شفت إن الصلاة بتغير اتجاهات كتير من الأمراض، وبتصنع شفاء فوريا، ولا يوجد تفسير علمي أو تفسير بشري لما حدث. التفسير الوحيد أن يد الله قد امتدت وصنعت معجزة. يا رب تكون أنت التالي، ويا رب يكون عندك هذا الإيمان، لأنه بدون إيمان مش هتستقبل ولا حاجة، مش هتستقبل ولا حاجة. اتقال عن رب المجد يسوع كل القدرة أنه نزل أحد البلاد بلده ولم يقدر أن يصنع آية واحدة وتعجب من عدم إيمانه. عدم الإيمان يمثل حاجز منيع أمام استقبال معجزة شفاء من الرب الإله. إذا كان عندك الإيمان هتشوف بعينيك، هتشوف بعينيك. أنا شفت بعيني، وأنا أقدم نفسي كشاهد عيان، ويعني أنا فاهم كويس الدنيا ماشية إزاي. يمكن البعض يقول طب صدفة، طب الصدفة تحصل مرة، تحصل مرتين، تحصل 3 مرات، لكن تحصل بهذا التكرار. طيب الصدفة ليس لها قواعد كده، هابهازارد، لأنها صدفة تحصل ما تحصلش، لكن لما نلقى في شفاء ماشي بحسب قاعدة الكتاب المقدس علمها لنا، يبقى الأمر مش صدفة. بشجعك إنك تطلب هذا الإله، وإنك تختبر هذا الإله. الله عاوز يصنع معجزة معك. البعض يقول لي بس في ناس هتتصدم من كلامك لأنها صلت وربنا ما عملش. هحاول النهاردة ربنا يديني وقت أني أشرح كل التفاصيل، ما عنديش مشكلة، وما عنديش مشكلة خالص في أني أفتح قلبي وأقول كل حاجة. في أمور مش مفهومة، في بعض الأمور مش مفهومة، لكن هناك أمور مفهومة وواضحة ومعلنة جدا من خلال كلمة الله. إرادة الله هي الشفاء. أولا لازم تمتلي بالرجاء. يمكن دلوقتي أنا بشتغل في مستشفى بتعالج حالات صعبة جدا من المرضى، والمبدأ الأساسي اللي هم بيزرعوه وهو الرجاء، حتى ده مرتبط باسمه الرجاء. ووجد، وده يعني كلام علمي مش كلام اجتهادي، إن إذا كان المريض اللي بياخد العلاج عنده رجاء، فتجاوبه مع العلاج مختلف تماما عن المريض اللي ما عندوش رجاء. يعني إذا كان المريض مستسلم وما عندوش رجاء، فالدواء اللي بيجيب نتيجة مع حد تاني عنده رجاء بيختلف تماما. هناك اختلاف كامل في تأثير العلاج على الأشخاص اللي عندهم رجاء والأشخاص اللي ما عندهمش رجاء. وهنا أنا بتكلم عن رجاء حقيقي في إله. إبليس عاوز ينزع هذا الرجاء من جواك، عاوز يملاك باليأس، عاوز يملاك بالفشل. في هذه اللحظة العلم بيقول حتى الأدوية مش هتنفعك، حتى الأدوية مش هتجيب نتيجة، حتى الأدوية مش هتجيب تأثير. على فكرة وأنا بدعو المرضى إنهم يصلوا ويستقبلوا شفاء إلهي، أنا مش ضد إن ربنا يقدر يشفيك من خلال الأدوية، أنا مش ضد ده إطلاقا، لكن خلي نظرك على الطبيب العظيم إلهنا الصالح. أنا دايما أقول طبيبي هو إلهي. الله ممكن يستخدم الأدوية، ممكن الله ممكن يستخدم أيضا العمليات الجراحية، لكن مع كل عملية جراحية ناس كتير يقولوا طب نعمل عملية ما نعملش عملية. لو الطب بيقدم عملية إيه المشكلة إنك تعمل عملية؟ لكن حط ثقتك في إلهك. دايما أقول كده، اعتبر الجراح اللي هيعمل العملية إنسترومنت. إنسترومنت يعني أداة في يد الطبيب الأعظم. فبقى الجراح مش هو اللي هيشفيك، لكن اللي هيشفيك هو الطبيب الأعظم. يستخدم
زي ما هو عاوز يستخدم. فالأعمى حط طين في عينيه وقال له روح اغتسل في بركة سلوان. الله بيشفي بطرق كتير، بطرق مختلفة، لكن في الآخر الشفاء تم بكلمة منه، الشفاء تم بأمر منه. أول حاجة عاوز أقولها، إلهنا هو إله الرجاء، ياريت ربنا يملأ قلبك بالرجاء. تاني حاجة عاوز أقولها، إرادة الله هي الشفاء، هو يهوى رفا. والحقيقة بعد كده هقدم لك أربع دلائل من كلمة الله على أن إرادة الله لك هي الشفاء. لكن خليني أخد أول تليفون من الدكتور مدحت من إنجلترا. أهلا بيك يا دكتور مدحت. مساء الخير يا دكتور إكرام، إزاي حضرتك؟ الحمد لله يا دكتور مدحت. إلهنا هو إله الرجاء، إلهنا هو أعظم طبيب، بتوافقني؟ طبعا أنا بوافق حضرتك على كل كلمة اتقالت من أول حلقة بإيمان. نعم، هو مش إله الرجاء، هو كل الرجاء. نعم، الوحيد اللي ممكن نحط فيه رجاءنا وعمره ما بيخيب. نعم يا دكتور إكرام، أنت بتكلم عن شفاء المرضى، ومين أنت مش تعشم الناس؟ ده حقيقي إحنا مش بنعشمهم. نعم، أنا فاكر لما الراجل اللي ابنه فيه روح نجس، نعم، جابوا ليسوع فقال له إن كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا وأعنا. هو الوحيد اللي يعرف يتحنن على الناس على فكرة. نعم، الرب يسوع بفمه الطاهر قال له كل شيء، إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. وده الإعلان وده الإيمان وده اللي عملتنا الروح القدس يريفيل في النهاردة لكل الناس. إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. لا، ليه؟ لأن إله الرجاء هو اللي هيؤمر بالشفاء. إله الرجاء يؤمن بتغيير الحال. إله الرجاء هو الوحيد اللي هيتحنن عليك. نعم، زي ما اتحنن عليا وزي ما اتحنن على ناس كبيرة. ومش بس شفاهم أمراض نفسية وجسدية، ده كمان أمراض روحية. هو إله الشفاء، هو الطبيب العظيم. دكتور مدحت، خليني كمان أعدد الأمراض وأقول إنه عنده شفاء لكل الأمراض. وأول ترنيمة شغلناها في بداية الحلقة بتقول لما أكون مريض أروح لمين غيرك، أنت اللي تشفيني يسوع. سواء كانت أمراض جسدية أو كانت أمراض نفسية أو كانت أمراض عقلية، طبعا ده غير شفاء الروح اللي محدش يقدر يعمله غير رب المجد يسوع. ويمكن بذكر كمان أمراض عقلية، لأني السوشيال ميديا الحقيقة مليانة بقصة إنسانة بصلي إن ربنا يمد إيده ويشفيها لأنها مصابة بذهان حاد، وربنا يمد إيده ويشفيها، وهو الإله القادر على شفاء كل شيء. لأن الكتاب ذكر إن في ناس مجانين أو مجنون اتقابل معاه لكن هو الشفاء. اتفضل يا دكتور مدحت. شغال الروح القدس وانت بتكلمنا يا دكتور اكرام بقصه بارتيماوس الاعمى. نعم، اللي كان مولود اعمى، كان سمع ناس في صراخ في زيط حوالي، هو اعمى مش شايف الارض. فسال ايه اللي حصل؟ قالوا له ده يسوع معدي، صرخ صراخ عظيم. وكتبت على الكتاب المقدس اللي على الجنب كده اربع كلمات نفسي اشارك بيهم اخواتي وحبايبي اللي بيسمعوا. اتفضل. صرخ رغم الانتهار، صرخ وطلب الإبصار، طلب أن يتبع يسوع لآخر المشوار. فرصة أخيرة، ما أرجوك لا تؤجل لأن ما ينفعش الانتظار. ببساطة كده، في ناس قالوا له اسكت وطي صوتك، ده يسوع معدي. النهاردة في ناس حوالينا مع الناس اللي هم متجربين وعندهم ظروف ممكن يقول لهم ينصحوهم نصايح مش حقيقية، لكن أنا أقول لكل واحد اصرخ ليسوع لأنه هو الوحيد اللي هيتحنن عليك ويمد إيده بالشفاء. لو كان سمع لصوت الناس وما اتكلمش وما صرخش، كان يسوع عدى وكانت ده نهاية المشوار، كان رايح على الصليب، كان عمره ما هيشوف الشفاء تاني ولا عمره عينيه هتبصر. الغريبة دكتور إكرام وحضرتك بتتكلم عن المرضى، إن في ناس بيحصل لهم أمور معينة وظروف معينة، يسوع كان له كل المجد واضح في طلبه. لما طلب وسأله ماذا تريد أن أفعل بك مش لك، كل واحد فعلا مريض السؤال اللي ممكن يطلبه أنا عايز أخف، لكن الروح القدس حب يذكرني ويذكر كل الناس اللي بتسمع، لو يسوع هيقول لك حاجة
ماذا تريد أن أفعل بك؟ لأن اللي بيحصل ليك وفي ظروفك ده الخطة عظيمة. ده أب حنين عمره بصلي من قلبي إن إبليس المشتكي ما يضربش الناس المصابين أو المتألمين بمرض وألم في يسوع، وكأنه هو اللي جاب المرض، وكأنه هو اللي حابب المرض، أو كأنه هو اللي طلب اللي يكون في مرض. بالعكس، أي أب ما يحبش أولاد يكون فيهم شكة واحدة. نعم. أكمل كلام فكرة أتبعك لآخر مشوار. أرجوك لكل اللي بيسمع، أطلب أن أنت تكون مع يسوع. نعم. هو هيوريك القصد والقصة والخطة والمشورة أنك تعرف خطته لك حتى في الظروف دي. الناس اللي بدأت تقارير بتقول إن الحالة صعبة، أنا قلبي معاكم، بس عايز أقول لك اللي بيختم على التقرير هو أبويا السماوي، هو الطبيب العظيم. هيغير شكرا هيغير الكلام اللي مجهوش إن الطب وقف عنده، لأن هو الإله العظيم اللي لما بيتحلم بيعمل، بس أصرخ وما توقفش إنك تصرخ. نعم. آخر كلمة أحب أشارك بيها، فرصة ممكن تكون آخر فرصة، فما تستناش. نعم. مفيش فرصة من الانتظار. اطلب شفاء جسدي أمين، رب عظيم وحنين يتحمل على الكل ويدي شفاء ويؤمر بشفاء الآن، لكن في اللحظة دي اطلب خلاص نفسك. أمين. اطلب خلاص جسدك، اطلب شفاء لروحك. كمان من قلبي بصلي من أجل الناس اللي اتجربت بأمراض ذهنية زي ما حضرتك ذكرت. نعم. الروح القدس يرجع وياخد مكانه فيهم وينور عينيهم وينور ذهنهم ويشوفوا يسوع المحب الأب الحنين اللي أنا النهاردة مشغول قوي دكتور إكرام، وكأني شايفه قدامي بيتحنن على الكل. أمين. بيتحنن على اللي بيطلبه منه، وهو قادر يشفي كل الأمراض. أمين. 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 يصنع شفاء كاملا. يا دكتور مدحت، دكتور مدحت هطلب منك أنك تصلي، وهطلب من كل حد مريض أو بيصلي من أجل أي حد مريض أنه يتحد مع الدكتور مدحت ويتحد معانا. خلونا نصلي بإيمان ونعلن شفاء الرب يسوع المسيح، الشفاء اللي اتكلم عنه الكتاب المقدس. صلاة الإيمان بتعمل إيه؟ بتشفي المريض والرب يقيمه. خلونا نصلي بإيمان النهاردة ونشوف إيد ربنا وهي بتمتد وبتقوم الشخص المريض. ارفع صوتك بالصلاة يا دكتور مدحت. إلهنا الصالح، أيها الطبيب العظيم، أيها الطبيب المحب، بسمع ناس كثيرة بتقول العين بصيرة والإيد قصيرة، لكن بشكرك لأنك أنت العين بصيرة والإيد قضية. نعم يا رب. أنت الإله القادر على كل شيء، أنت اللي تقدر تصنع شفاء النهاردة. اختبارات نسمعها ونعيشها مع أخواتنا اللي بيسمعونا المتألمين، يا روح الله ما عرفش غيرك اللي بيتحنن على الناس، بنتحنن على أصحابنا وإخواتنا وحبيبنا، لكن ما يشبهها بإيدينا حاجة، لكن اللي بإيدينا دلوقتي إن إحنا بنرفع إيدينا للسماء وتعلم يا رب مرفوعة عليك، أمرها ما تنزل مخزية أو مكسوفة، رجعنا فيك وأنت الإله القدير. بصرخ زي بارتليماوس ما صرخ، بقول لك أنا نفسي الناس كلها تشوفك النهارده يا رب، شوف قدرتك، شوف قوتك، شوف محبتك، شوف قدرتك. والأجمل إن لما تتعامل معاهم وتتقابل معاهم تقول لكل واحد في ابنه اذهب إيمانك شفاك، مفيش مرض يتعب عليك، مفيش مرض أقوى منك، أنت اللي خلقت الجسد والخلايا والأعضاء دي كلها تقدر تزرع وتبعت خلايا جديدة وأعضاء جديدة من إيدك على كل أمراض موجودة الآن. يا روح الله شفاء لفعل الأذهان، أمراض الجسد، أمراض النفس، أمراض الروح. أشكرك لأنك أنت إله الشفاء، أنت الإله القدير. أمر ثاني بطلبه وبصرخ من أجل أخواتي يسمعونا، تعامل مع المرض يا رب. في الليل أنت الوحيد اللي تقدر تزورهم في الليل، هم لوحدهم بيتكلموا معهمش حد، أنت رفيق الليل الوقت اللي مش هيكون حد معاهم أنت تكون معاهم. إيدك الحنينة تطبطب عليهم اسم يسوع. لما الأبرص قال لك تحنن علي وأعني، ما ديت إيدك الأول ولمسته عشان تقول له أنا حاسس بيك، ما حدش لمسك قبل كده، أنا بلمسك بالشفاء، أؤمر بالشفاء الآن. أمين يا رب. وبصلي من قلبي إن نفوس تستقبل، وهي بتسمعنا الآن على شاشة التلفزيون، يستقبلوا شفاء
وياخدوا اختبار الشفاء يا رب وتزود ايمانهم يا روح الله. ادي اللي عنده ضعف ايمان النهارده عين ايمان، زود ايمان، اخلق ايمان جديد في ناس الايمان راح، اخلق رجاء جديد في الناس اللي رجاءها غير الصوره وغير الحال، واكتب نهايه من ايدك يا اب يا حنين. اشكرك لانك سمعت واستجبت، لك كل كرامه وكل مجد. أمين أمين. الحقيقة شكرا دكتور مدحت، طوال صلاتك وبيرن في قلبي كلمات الترنيمة اللي بتقول أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك وتصنع معجزات. الأطباء احتاروا، وريهم إيديك، خلي العالم يعرف إن ما في زيك. بتحت في الصلاة مع أخويا مدحت ومع كل مريض، وبقول لك يا رب أنا عاوزك أنت النهاردة تشغل يمينك وتصنع معجزات، أنت الإله القدير العظيم. معانا الأخت نهال من إنجلترا أيضا، أهلا بيك يا أخت نهال. سلام ونعمة يا دكتور إكرام، برحب بحضرتك وبقدم تحية خاصة للرب الساكن جواك اللي بيخليك تشعر بآلام المشاهدين وتكرس من وقتك لرفع صلاة من القلب من أجل كل واحد وواحدة فيهم. شكرا. وأنا بشكر الرب من أجل كلمات النعمة اللي طلعت من على فمك وعلى فم الدكتور مدحت، وأنا دايما بقول ما أحلى فكرة الجسد الواحد اللي بيربطنا ببعض بالرغم من بعد المسافات. لكن لأن سنة واحد وهو الرب يسوع لكل المجد، بنقدر نتلاقى بالروح، وبيتم فينا قول الكتاب فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. والحقيقة الفكرة دي موجودة بس في أولاد الله. لأن لو بصينا حوالينا وشفنا أهل العالم العاديين اللي بين قوسين لم يتعرفوا على شخص الرب المخلص، ونشوف قد إيه مبادئهم، هنلاقيها مختلفة تماما عن أولاد الله بالذات في هذا الأمر. يعني أكيد كلنا بنشوف على صفحات السوشيال ميديا كم الحسد والغيرة ويمكن الشماتة في بعض الأحيان اللي بتصدر من الإنسان لأخيه الإنسان، لكن احنا النهاردة جايين ننشر فكر الله السماوي ونعيش بمبادئ الرب الرفيع السامية اللي بتخلينا نحس ببعضنا البعض وقت الألم، وبالذات وقت المرض اللي احنا اصطدناه النهاردة. ويمكن الرب شغل حضرتك يا دكتور إكرام بموضوع المرض، وأنا عايزة أكد وأقول من البداية وأتفق مع حضرتك وأبروز الجملة دي، إن إرادة الله شفاء، إرادة الله شفاء. بدليل لما جاله الرجل المملوء برس، والكتاب بيقول إنه بمجرد ما رأى يسوع قر على وجهه وطلب إليه قائلا يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني، وكأنه عايز يقول بملء الفم يا سيد أنا ما عنديش شك في قدرتك على الشفاء وتطهيري من هذا البرص، لكن أنا بسأل عن إرادتك أو مشيئتك، هل أنت فعلا عايز تطهرني؟ فالرد جاله في العدد اللي بعده على طول، مد يده ولمسه قائلا أريد فأطهر. نعم أنا أريد، إرادتي هي شفاء. وبالفعل ذهب عنه البرص. وأنا عايزة أوجه كلمة خاصة لناس تعبانين بأمراض معينة مزمنة وطال انتظارهم للشفاء من قبل الرب، والنتيجة أنهم صعبان عليهم من ربنا، ويمكن كمان صعبان عليهم من كل اللي حواليهم، وكأن لسان حالهم زي بولس لما قال الجميع تركوني. الجميع يا بولس، ما فيش ولا حد واقف معاك؟ يقول في احتجاجي الأول لم يحضر أحد معي بل الجميع تركوني. لكن ما أحلى كلمات الوحي على لسان القديس بولس وهو بيقول صحيح الجميع تركوني لكن لا يحسب عليهم. ليه يا بولس؟ قال لأن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة. ودي الحتة اللي عايزة أسلط عليها الضوء. بولس شال عينيه من على الناس وما زعلش ولا حتى عتب عليهم، لأنه كان عارف إن مصدر القوة الحقيقية هي في الرب وحده. والنهاردة عايزين نقول إن مصدر الشفاء هو الرب وحده، وإن هو الوحيد اللي ينفع تتكل عليه بالكامل، لأن قوته ثابتة ولا تتغير. فأنا بصلي إن الرب يشفينا النهاردة من مرض اسمه العشم في الناس.
نعم. لأن بصراحة إحنا كعرب عموما بنعشم في بعضنا قوي قوي، وده مش غلط في حد ذاته، لكن الغلط إنه لما بتعشم في حد معين وبعدين الحد ده يخلي بيا يمكن غصب عنه، زي ما قال الدكتور مدحت، العين بصيرة واليد قصيرة، لكن أنا اللي بيحصل لي إني ببتدي أتعصر وبتصعب عليا نفسي، ويمكن تؤدي في النهاية إني أقاطع الشخص ده وما أروحش حتى الكنيسة اللي هو فيها. لا، إحنا النهاردة عايز الرب يقول لكل واحد مثقل تحت وطأة المرض، اوعى تيأس، اوعى تفشل، لان الكتاب ورانا، خليني اقول، عميد المرضى هو مريض بيت حزة، ازاي قعد 38 سنة وكل سنة كان بيضيع امله. بس انا بجد اكتشفت ان الراجل ده مع كل احترامي ليه وانتظاره الطويل للشفاء، لكن كان بيعمل حاجة اتمنى ان احنا ما نقعش فيها، وهي انه كان راسم للرب طريقة للشفاء، طريقة معينة، يعني الشفاء في ذهنه مرتبط بطريقة واحدة، وهي ان الملاك هيجي هيحرك المية، واللي هينزل اول واحد في المية هو ده بس اللي هيشفى. واحنا ساعات بنحدد للرب طريقة الشفاء، يعني هقول ومش عايزة حد يزعل مني، واقول لو جه الشخص ده في النهضة الفلانية أو المؤتمر الفلاني أنا هكون أول من يحجزه علشان أنال شفائي. لا، ده خطر جدا، مع أني بعترف أنه في خدام رائعين وممسوحين والرب بيستخدمهم بكل قوة للشفاء، لكن لازم نعرف مربط الفرس أن الشفاء من الله فقط، والله موجود في كل مكان وفي كل وقت. يعني ممكن أخد شفاء لمرضي المزمن وأنا بتفرج على حضرتك النهاردة في التلفزيون يا دكتور إكرام، بكل تأكيد. وأنا بيحضرني موقف التلاميذ لما كانوا خايفين ومحتاجين سلام، الكتاب بيقول إنه أراهم يديه ورجليه، وكأن الكتاب عايز يقول يلي خايفين فاتورة السلام اتدفعت خلاص. نفس الكلام بالنسبة للمرض، ممكن مشاهدين النهاردة يكونوا خايفين من الموت لأن الأطباء أعلنوا فشلهم في العلاج. أنا نفسي النهاردة نبص على ايدين ورجلين الرب زي التلاميذ، لان فاتوره الشفاء اتدفعت خلاص. مكتوب في متى 8 وعدد 17 ايه بحبها جدا لانها بتجمع بين العهد القديم والعهد الجديد، بتقول ايه يا دكتور اكرام؟ بتقول لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل هو اخذ اسقامنا وحمل امراضنا، نعم بجلدته قد شفينا. وانا مصدقه إنه ما نزلش من على الصليب إلا وقال قد أكمل، يعني بجد خلينا نصدق إنه زي ما خطايانا اتغفرت على الصليب، نصدق إنه كمان أمراضنا وأسقامنا شفيت على الصليب. وهنا عايزة أحط نور أحمر، نور إنذار لناس بتسمعني وبتضحك وتقول هو في شفاء بعد ما قالوا لي كل الأطباء في بلدي جوه وحتى بلاد بره إنه حاسك ميؤوس منها، وكمان حددوا لي عمري الباقي. لا، خلي بالك ان الامر ده في ايد الرب، وهو مازال ماسك بزمام كل الامور، وانه اجلنا في ايده هو مش في ايد الاطباء. فاوعى تعمل زي ساره اللي ضحكت وقالت ابعد فنائي يكون لي تنعم، اصلي ان الرب يديك شحنه وطاقه جديده تقدر تجدد فيها ايمانك وتستقبل ميه جديده يروي عطش أرضك المشققة، وتستقبل زيت فريش طازة لجسدك التعبان، وقول زي ما قال زروبابل: من أنت أيها الجبل العظيم؟ من أنت أيها المرض اللعين؟ أماني تصير سهلا في شفاء، لأنه مكتوب لا بالقدرة ولا بالقوة لكن بروحي قال رب الجنود. أمين. أنا مصدقة أنه في حاجات حقيقية هتحصل النهاردة مع ناس تعبوا وكلوا تحت المرض، وهيكون شعارهم انه عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين، عظم الرب الشفاء معنا. واخر حاجه هختم بيها كلامي ايه في منتهى الجمال قالتها نعمي لرعوس، قالت لها ايه؟ قالت لها لن يهدأ الرجل حتى يتمم الامر. أمين. كله. أمين. وانا بقول لكل مريض لن يهدأ الرب حتى يتمم شفاءك كله. أجل. لن يهدأ الرب حتى يتمم شفاءك كله. يا رب انا جايه بكل ثقه وايمان بعد قدرتك في الشفاء
اليوم بالذات للناس اللي اصابهم الياس. تعالى وجدد انت املهم في الشفاء يا رب، لانك لم تعطنا روح الفشل، روح الياس دي من ابليس الكذاب وابو الكذاب اللي عايز ينهي حياتنا ويصيبنا بالاحباط. لكن شكرا ليك يا رب من كل القلب، لانك بتعطينا بروحك القدوس روح القوه والمحبه والنصح. قل كلمه يا سيد فيبرأ كل جسد من اي داء. لنا ثقه في وعودك بالشفاء، لانك انت الصادق الامين الذي لا ينقض عهده ولا تغير ما خرج من شفتيك. منتظرين ايدك المعجزية يا رب. فاجئنا فاجئنا يا رب بمفاجآتك السارة. المس بنفسك كل اجسادنا المتألمة وارواحنا المنهكة، وامين نشوف ايات وعجائب. ليك المجد والسلطان يا سيدنا وتاج راسنا، نؤتيك كل القدرة والاجلال مقدما لانك بتسمع وتستجيب. اشكرك في يا رب. اسم الرب يسوع وليك كل الكرامة والمجد. اشكرك يا رب. اشكرك. اشكرك. يبارككم. شكرا اخت نهال، وكلمات قد ايه في منتهى الاهمية. بس انا عاوز اعلق على حاجتين مهمين جدا قالتهم الاخت نهال. الحاجة الأولى، السؤال هو هل في شفاء؟ في بعض الناس بيقولوا يعني هو هل في شفاء؟ وذكرت شيء يمكن الناس اللي عايشة في أمريكا، في إنجلترا، في كندا معتادة عليه، لكن الناس اللي عايشة في مصر في بلاد عربية مش معتادة عليه، وهو إن الدكتور يقول للمريض قدامك 4 شهور، قدامك 5 شهور، قدامك 3 شهور، قدامك سنة، بكتيرها قوي قوي سنة ونص. الكلام ده طبعا بيتقال كتير في أمريكا، في إنجلترا، نشكر الله أنه مش بيتقال في مصر. كنت من الأسبوع ده مع أحد الأشخاص وبيحكي لي على المعجزة اللي ربنا عملها معاه، وبيقول لي الدكاترة حددوا وقالوا 4 شهور، هم 4 شهور، رتب أمورك هم 4 شهور. وبيقول لي الحكاية دي ليها 11 سنة. شكرا للرب من كل القلب. في شفاء؟ نعم في شفاء، مش بسبب الاختبار اللي أنا حكيته ولا مئات الاختبارات، مش عاوز أقول ألاف، اللي أنا كنت معين ليها في الشفاء. مش هو ده أساس إيماني، لكن أساس إيماني كلمة الله. وهقدم 4 حقائق من كلمة الله تؤكد يقينا أن إرادة الله هي الشفاء. الحاجة التانية اللي قالتها برضو الأخت نهال من عميد المرضى، يعني تعبير أول مرة أسمعه، مريض بركب بيت حاز 38 سنة هو العميد. بس أنا أعتقد أن في ناس يعني ممكن ياخدوا اللقب ده منه. كان عنده مشكلة، كان عنده مشكلة، وإنه راسم صورة معينة للشفاء. أنا منتظر ملاك ينزل، وقبل الملاك ينزل ربنا يبعت لي حد، ربنا يحننه عليا ويرميني في البركة. لأني الملاك لما يلمس المية أول حد ينزل هيشفى. فلما الرب قال له انت عاوز تشفى، قال له ماليش حد يرميني لما الملاك ينزل. ما كانش عارف هو بيكلم مين. انت عارف انت بتكلم مين؟ انت بتكلم الاله اللي خلق الملائكة. الملاك اللي بينزل ده مرة كل سنة، ده خدام عند هذا الاله. انت بتكلم اله يقول كلمة واحدة الكل يقضى له، يقول لك قوم تقوم، يقول لك احمل سريرك تحمل سريرك. هو الإله القدير، هو الإله العظيم، هو الإله المجيد. مشكلة ناس كتيرة رسمة صورة للشفاء. لو رحت المكان الفلاني هأشفى، ربنا يبعت لي حد بس أروح مش عارف فين، أعمل إيه، أتصرف إزاي فأشفى. وإنت في مكانك اللي بيكلمك هو إله الكون. نشكر الله لأنه حاضر في كل مكان. أنت مش قاعد بتسمعني، هو حاضر في الأوضة اللي أنت فيها، في المكان اللي أنت فيه هو حاضر. أنت مش محتاج تروح أي حد،
انت محتاج تصرخ اليه بايمان وتقول له انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك وتصنع المعجزه معايا. ده اللي انت محتاج تعمله. انت محتاج تقول له الاطباء احتاروا. الاطباء ما عندهمش دواء ليا. دواهم تعبني. دواهم تعبني. انا محتاج لمسة من يمينك. ده اللي انت محتاجه. صلي. صلي هو موجود. ما ترسمش صورة للشفاء. كان بتقول يعني اروح المؤتمر حد من القديسين يصلي لي، حد من اللي عندهم مواهب شفاء، او اروح المكان الفلاني مكان بر. نشكر الله من اجل استخدام الرب لكل ده، استخدام الله للاماكن المقدسه، استخدام الله للرجال والقديسين. لكن انا بقول لك على حاجه ابسط بكتير، ابسط بكتير. ما تحددش صوره، لكن وانت في مكانك قول كده أنا أؤمن إنك موجود، أنا أؤمن إنك معايا في الأوضة، أنا أؤمن إنك شايفني، أنا أؤمن إنك سامعني. مد إيدك يا رب وإلمسني. ما ترسمش طريق ربنا، سيبه يتمجد بطريقته. معانا الأخ بولس من هونغ كونغ. اهلا بيك يا اخ بولس. اهلا وسهلا. انت على الهواء، اتفضل يا اخ بولس. شكرا. انا 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 بس كنت عايز بس اوضح بس حاجه بسيطه، ان احنا دلوقتي في عصر اللي يسموه السمارت داست وسمارت العصر الحديث. يس. فدلوقتي هل ربنا يقدر يشفي؟ طبعا ما فيش حد يقدر ما يثقش في ربنا، بس انا بس هو السؤال، هل ربنا يقدر يشفي من الموت اللي دخل في جسم الانسان عن طريق الفاكسين مثلا؟ ده واحد. هل ربنا يقدر يشفي من الخليقه اللي اتغيرت، الخليقه الانسان اللي الشجره البذرة اللي دخلت في الشوك وتشوكت بالعالم وبالإبر وبالمشاكل؟ أنا عندي دايبيتي 2، عندي هايكروسلور، وعندي مشكلة في الريفل، وعندي يعني كلها مسميات بالإنجليزي أنا مش فاهمها، ما فهمهاش. دكاترة كتير وكل شوية علاجات كتير وسايكولوجيس ومنتل بروبلم وحاجات كتير قوي قالوها لي، بس أنا ما بثقش أنا في الحاجات دي. أنا كل مرة برمي الحاجات دي وما باخدهاش، وفي الآخر برجع بتبهدل تاني وبتعب. فأنا طالب الأول الشفاء، طالب صلاة أن ربنا يشفي حياتي كلها. أمين. وأقبل الروح القدس في حياتي، وهو يشفي حياتي كلها من فساد العالم وهموم العالم. أنا عايش في الصين، أنت عارف أيام الكورونا كان نفس سفر الرؤيا الأصحاح 13 كان بيتحقق بعناية، كنت بشايفه بعناية. ما كنا الكنيسة ما كنتش تقدر تدخش الكنيسة إلا بالباركود، وما تخشش مطعم ولا ريستروم ولا أي مكان ترفيه ولا مكان، حتى بيت يسوع ما كنتش تقدر تدخل إلا بأنك تقفل فمك وبالكمامة اللي بيسموها الكمامة، يعني هي من اسمها كمامة زبالة، يعني أنت حاطط زبالة في فمك بتقفل فمك من الزبالة وتقول يا رب أنا جاي في بيتك، البيت اللي الإنسان صنعه وسماه بيت ربنا، وفي نفس الوقت يعني نفس الوقت خايف من أتعدي من أخويا لأنه هو أخذ الحقنة في الكورونا، الحقنة الفاكسين والكلام الفاضي ده في حياته، فغيرت من DNA. وبعد ما غيرت من DNA أنا عايز أقوم قيامة جديدة، لأني المشكلة كمان أني بعد ما بتاخد الفاكسين
في خلال 6 ساعات جسم الإنسان الدي إن إيه بيتغير. فتخيل لما يبقى كل الإنسان في العالم، كل مانكاين في العالم عنده اسم ألوهيم، ليه اسم مش يعني حتى المسميات العربي. يعني أخ بولس، وصلت رسالتك، عاوز أرد عليك في أكتر من حاجة. نمرة واحد، أنا بحيي فهمك الصحيح للأمور. يعني أنت بتكلم في الأول على الشفاء الروحي وهو الأهم بكتير من الشفاء الجسدي، وكتير الشفاء الروحي هو اللي بيعطل الشفاء الجسدي. يعني ربنا هيمد إيده ويشفي، بس توب وارجع. ربنا يهمه الأبدية بتاعت الإنسان، ربنا تهمه حياتك الأبدية. لعازر ربنا قومه من الموت، لكن هل لعازر موجود؟ لعازر الجسد مات، لكن هو حي إلى الأبد مع الرب. فمهم جدا، مهم جدا أن النهاردة العينين تتجه إلى الشفاء الروحي، تتجه إلى خلاص الروح. خلاص الروح في يوم الرب ده أهم بكتير من الشفاء الجسدي. لكن في حاجة تاني عاوز أقولها لك برضو يا أخ بولس، واضح أنك بترفض تماما الأدوية أو التشخيصات الطبية أو المسميات. عاوز أكون، مش عاوز أقول مختلف معاك، لكن يمكن لأن أنا طبيب، لكن أنا بشعر أني كتير من الحاجات اللي الطب بيقدمها رحمة من ربنا. والحقيقة كتير من العلماء اللي اكتشفوا حاجات كتير جدا في الطب، ربنا اداهم هذا النور من أجل تقديم رحمة للناس. لكن المهم الناس حط ثقتها فين؟ هل حط ثقتها في الطب؟ تيجي حاجة زي كورونا تخلي الناس تكتشف أن الطب ما عندوش شفاء لكل الأمراض، لكن إلهنا في ترنيمة قديمة تقول عندك شفاء لكل الأمراض الروحية والجسدية. لكن ده ما يمنعش إن الله ممكن يستخدم، الله ممكن يستخدم الطب. بولس قال لتيموثاوس كده، قليل نافع لأسقام معدتك. الله ممكن يستخدم الطب، بس يكون عيني على ربنا، عيني بصة عليه هو. أنا سمعت من جراحين كبار جدا، بعض منهم مش مؤمن، لكن عملوا عمليات لناس ولاد ربنا وكانوا مصلين، كانوا بيقولوا العمليات دي في حاجة غريبة بتحصل، احنا مش عارفين الدنيا مشيت ازاي كده بالطريقة دي، وهم مش عارفين ان بسبب صلاة هؤلاء ربنا حول الجراحين إلى أدوات في إيده من خلالها هو تمم شفائها. أحبائي، ده الكلام اللي عاوز أقوله لك أخويا بولس. طبعا أنت بتقول كلام في منتهى الأهمية، أنا بشكرك من أجل مشاركتك ومن أجل الكلام المهم، وبحب أرجع ونبه الناس من خلال كلامك. إحنا عايشين في أيام بالغة الخطورة، إبليس له مخططات مدمرة. اصحوا اصحوا اصحوا، انتبهوا انتبهوا، أهم حاجة خلاص أرواحكم. خليني أصلي لك يا أخ بولس، وأنا أؤمن بلمسة الرب الشافية لأي مرض. يا رب أنا بحط ابنك أخويا بولس بين إيديك، هو في حاجة إلى لمسة لجسده من كل الأمراض. يا رب تستطيع بلمسة الآن أن تشفي جسده تماما، زي ما رب كنت بترجع الجلد لجلد صبي صغير. دي قدرتك أنت يا رب، أنت الإله القدير، أنت اللي خلقت بولس، أنت اللي عملته، أنت اللي صنعته، هو صنعة إيديك. مد إيدك يا رب ليه وإلمسه واشفيه شفاء كاملا، بركة لروحه يا رب، واديله أشواء قلبه، اديله أنه يخدمك، واديله أنه يشهد عنك ويكون خادم أمين ليك لغاية آخر لحظة من حياته. بحطه بين إيديك، ردد يمين البركة عليه يا رب، شفاء نفسي وروحي وجسدي لأخويا بولس، وليك كل المجد. آمين.
أبويا السماوي، أشكرك يا رب على هذا الوقت، أشكرك يا رب على هذا الصلاة، أشكرك يا رب على كل حاجة يا رب بتخلقها في حياتي يا رب. يا رب أنت اسمك كبير جدا يا رب، هاليلويا، أشكرك يا اسمك رب. اسمك عالي يا رب، اسمك فوق كل ملوك العالم، فوق كل سلطات العالم يا رب. رب العالم أجانا يا رب بجلباب أبيض ويسمونا رحمة يا رب، لكن أنت يا رب اسمك الشافي يا رب. أشكرك يا أنت رب. شافي يا رب، شافي يا رب، شافي جروحي يا رب من كل أمين الخطايا يا رب، أمين شافي أمين. جروحي من كل أدوية يا رب دخلت في جسمي يا رب. أنت يا رب تنقيها يا رب وتخرجها في اسم من كل يسوع. قلبي يا رب، وتخرجها من كل جسدي يا رب. يا رب أنا بشكرك يا رب، لأنك أنت يا رب الوحيد اللي بتقدر تشفي يا رب، لأن أنت يا رب خلقنا بإيديك يا رب، أشكرك يا رب. وسميتنا يا رب، أسمتنا يا رب، سميتنا بأسامينا يا رب، وديتنا أسامينا يا رب عالية يا رب، بإيدك أنت يا رب خلقتنا يا رب. يا رب إحنا بنقول لك بنسلمك الخليقة دي تاني، أمين يا بسلمك رب. جسدي، بسلمك روحي يا رب، بسلمك جسدي أشكرك. وروحي يا رب، إنك أنت يا رب تشكل في حياتي وتخلق روح حي يا رب، روح أمين يا رب. روح حي يا رب، في اسم تبقى يسوع. روح في ثقة فيك أنت يا رب، مش في ثقة الأدوية ولا ثقة العلاج ولا ثقة البرشام ولا ثقة نعم يا رب، الحقن فيك ولا أنت يا ثقة. رب يا وحدك. رب أنا من اليوم يا رب أنا بعلن إن أنا يا رب هوقف، ما زال هوقف يا رب كل أدوية يا رب باخدها في حياتي يا رب هوقفها، إذا كانت دايبيتي ولا كانت سايكولوجيست ولا كانت اسم حقن، ولا يسوع. كلها وقفه يا رب في حياتي يا رب، لانك انت اسمك عالي يا رب، انت اللي خلقتنا بايدينا يا رب. يا رب احنا ناس، احنا يا رب احنا سفراء عندك يا رب، احنا في ملكوتك انت يا رب، ملكوتك يا رب. لازم تعالى يا رب املك على حياتي يا رب، وغير حياتي من كل نجاسة يا رب، وكل في فساد اسم يا رب. يسوع يا رب غير حياتي يا رب من كل يا حاجة يا رب رب. دخلت يا رب أمين وصلت عن طريق الطريق يا رب أمين الفساد العالم يا رب. أمين 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 أمين. يا ريت تكون صليت مع الأخ بولس، ويا ريت تكون صلاتك بسلمك يا رب نفسي وجسدي وروحي. أنا بوجه صوتي لكل شخص بيسمعني، دي أعظم صلاة تقدر تقدمها. بسلمك يا رب نفسي وجسدي وروحي. معانا بنت الرب من أمريكا، أهلا بيك يا بنت الرب. أهلا يا دكتور إكرام. Thank you so much for taking my call. ربنا يباركك ويبارك البرنامج ويباركك. ربنا قادر تعيش أمين. يا دكتور إكرام كتر خيرك. أنا مريضة كانسر بقالي أكتر من سنتين، وداخلة في تالت سنة. عملت كل اللي الدكاترة قالوا عليه، عندي مالتيبل تومرز في البادي بتاعي، ابتدى بوان تومر على السباينال كورد، بعد كده ابتدى ينتشر في جسمي، ووصل لمرحلة دلوقتي اللي هو كاتيجوري 4 اللي هو اجريسيف، فيري اجريسيف كانسر. نعم. وعملت راديشن تريتمنت وخدت بيل كيمو، وخدت دلوقتي حطوني على الاي في، لكن اخيرا عايزين يعملوا لي سيرجري على لان التومر عندي على ال 4، فعايزين يعملوا لي سيرجري لان التومر عامله بريشر على النيرف، وقالوا لي ان انت ممكن بعد كده ان انت ما تقدريش تمشي. طب الريسك بتاعت السيرجري ايه؟ قالوا لي انها يعني ممكن ما تبقاش successful surgery، وممكن ان انت يعني تبقي على ويل تشير، يعني سواء عملت العمليه وما عملتش العمليه هبقى على ويل تشير. يعني مش عارفه، املي في ربنا. امين. وانا فعلا يمكن ربنا يكون فعلا خلق الطب، لكن في حاجات بيعجز قدامها خلص. الطب، بصي، عندما يعجز الطب ياتي وقته. خلاص الاطباء احتاروا، خلاص تعال انت يا رب بنفسك. يعني انا زي ما كنت بقول بكل وضوح، الله ممكن يستخدم الطب، ممكن يستخدم الادويه دي
يعني كلها جاية من ناتشورال، من خلقته، من خالقته. ربنا ادى نور للعلماء عشان يكتشفوا، لكن هما ما خلقوش، كله جاي من خلقته. ممكن يستخدم الجراحات، لكن ارجع واقول زي ما انت بتقولي، بيقولك الجراحة فيها ريسك، فيها ريسك لو انا باصص على الجراح، لكن لو انا باصص على الطبيب العظيم وبعتبر الجراح هو أداة في ايد ربنا، يبقى ما فيش ريسك، انتفى الريسك تماما، لاني الهي كجراح نسبة نجاحه 100%، مش 99.9%. فلو انا حاطط عيني عليه وباصص للجراح على اساس انه أداة في إيد ربنا، ومصلي ومثبت نظري على المسيح وحاطط إيماني فيه، يبقى نتيجة الجراحة بنسبة 100%. لكن لما كل ده ما ينفعش، تأكدي إن ليه في الموت مخارج. أول حاجة عاوزك يعني تتملي منها هو الرجاء. امتلئي بالرجاء، هو إله الرجاء. أوعي تفقدي رجائك. يمكن وانت بتكلميني انا لامس الحزن اللي انت بتتكلمي فيه، ومش عاوز اقول انا حاسس بيكي، لكن ربنا حاسس بيكي. انا اول حاجه بصليها لك ان ربنا يملاكي رجاء ويملاكي يقين، وينزع كل روح حزن، كل روح فشل، ويملاكي بالثقه الكامله اللي هتملاكي بالفرح ان الرب هيمد ايده وان الرب هيتدخل. اسمحي لي اصلي لك يا بنت الرب. كمان عاوز اصلي من اجل كل مريض بالكانسر بيشاهدني. ايماني ان الرب يقدر يشفي، مش في الفورس ستيج، لا في الادفانتج فورس ستيج، يعني في المرحله الرابعه المتقدمه جدا، يجي الرب يسوع ويحط ايده ويصنع شفاء عظيما، لانه هو الاله القدير. بحط بنتك يا رب بين ايديك، ملهاش غيرك يا رب، ملهاش غيرك، انت الوحيد اللي تعرف تتدخل في مواقف ما ينفعش فيها لا ناس ولا اطباء ولا علم، لكن تحتاج الى خالق الكون، تحتاج الى الاله القدير، صاحب الايد القديره. تعال يا رب، مد ايدك والمس بنتك لمسه شافيه. أمر الأورام يا رب إنها شرينكت، إنها تضمحل، إنها تختفي يا رب. مد إيدك يا رب، مد إيدك، مد إيدك بلمسة شفاء أيها الرب إلهي. مد إيدك يا رب لكل مريض بالكانسر بيشاهدني يا رب. مد إيدك، مد إيدك الآن يا رب، تخرج قوة منك وتلمس الأجساد، كل إنسان صارخ إليك، كل إنسان ضارع إليك، كل إنسان بيطلبك، من فضلك يا رب مد إيدك بالشفاء، عظم صنيعك. أنا بعلن أنت يهوى رفا، أنت الطبيب الشافي، أنت الإله الشافي. مد إيدك واشفي أيها الرب إلهي. يا رب أنا بشكرك لأني أثق أن إيديك امتدت يا رب وصنعت معجزات. ليك يا رب كل المجد. آمين. 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 شكرا دكتور. بنت الرب آخر كلمة هقولها لك، يشفيك الرب يسوع المسيح، يشفيك الرب يسوع المسيح. خديها وغيريها وقوليها يشفيني الرب يسوع المسيح، ما تقوليش غير كده، اكتبيها، حطيها يعني يافطة عندك قدام سريرك، قولي كده يشفيني الرب يسوع المسيح. أنا حطيت كل ثقتي فيه، وهو الإله الذي لا يخزى منتظره ولن يخزي منتظره أبدا. حط العبارة دي قدامك، يشفيني الرب يسوع المسيح، يشفيني إله العظيم، يشفيني إله القدير. الرب معاك وانت في صلاتنا. أحبائي، في بداية الحلقة كنت بقول في أربع أساسات أنا ببني عليهم إيماني بأن إرادة الله هي الشفاء.
هقولهم بسرعة، لكن يعني بنعمة الرب في حلقات قادمة عاوز أتكلم عنهم بأكثر تفصيل، لأن يعني الأمر في منتهى الأهمية. ليه أنا بعشم الناس؟ لا، أنا مش بعشم، أنا عاوز الناس يمتلئوا إيمان، يمتلئوا ثقة، يمتلئوا يقين، مش مجرد عشم. هل ده وهم؟ ده وهم لو طالع من نسيج خيالي، لكن لو أنا بعلم من خلال كلمة الله السماء والأرض تزول وحرف واحد من اللي مكتوب في الكتاب لا يزول. أنا ببني هذا الرجاء على كلمة الله، كلمة الله هي اللي بتديني هذا اليقين، كلمة الله هي اللي بتخليني أتكلم دلوقتي وأنا مليان بهذا اليقين ومليان بهذه الثقة، وأعلن للناس أنه إلهي هو يهوه رفا، هو الرب شافيني. أول دليل دامغ هو إعلانه عن ذاته، أحد أسماءه هو يهوه رفا، أي الرب شافينا. وعده في خروج 5:15-26 أنا الرب شافيك، مش أنا الرب ممرضك، لكن أنا الرب شافيك. طيب المرض ده جه إزاي؟ يعني في أسباب كتير للمرض. أول سبب للمرض كان خطية الإنسان، مش خطيتك أنت، لكن خطية آدم. خطية آدم بسبب خطيتها آدم دخل المرض للعالم ودخل الموت للعالم. الله خلق آدم على أحسن ما يكون، لكن بسبب خطأه دخل الموت للعالم. أمراض كتيرة بتحصل بسبب شر الناس، شر الناس. مية ملوثة بسبب ناس بتطمع في ربح، في ربح قبيح، والناس تشرب مية ملوثة وتيجي أمراض كتيرة ويجي فشل كلوي، تلوث. من الذي صنع التلوث؟ هل خلق الله العالم ملوث؟ أم أن الإنسان هو الذي لوث أجواء كون صنعه الرب على أحسن ما يكون؟ ورأى الله كل ما فعل فإذ هو حسن، لكن الإنسان بشر هو اللي صنع ده، وكل ده بيجيب أمراض، كل ده بيجيب أمراض. انقياد الناس ورا إبليس، ورا الشيطان. واحد سايق العربية بسرعة 150، واحد سايق عربيته هو سكران، عمل حادثة، هل الله هو المسؤول عن كل ده؟ أم أن شر الناس؟ لكن أرجع وأقول الله المسؤول عن الشفاء. الإنسان بيغلط والله بيصلح غلطه، آدم غلط لكن الله صلح غلطه. أول شيء أنا بستند عليه وأنا بقول إن إرادة الله هي الشفاء هو إعلان الله عن ذاته أنه يهوه رفا، كلامه الواضح أنا هو الرب شفيك. هكمل الأربع حاجات، لكن خليني أخد هذا التليفون. معانا بنت الرب. ألو؟ ألو؟ أنت على الهواء، اتفضلي. لا أنا موني بتاعت عجالة رداً على المدام اللي هي كانت قبلنا على طول، إن أنا بنتي جالها كانسر وكان موضع الكانسر بيري، يعني ما تقدرش تعمل فيه حاجة ولا أي عملية ولا أي حاجة. حضرتك سمعني؟ سامع كويس قوي يا بنت الرب، اتفضلي. ولما رحنا عشان نشوفها فوقف قصادنا اربع دكاترة فيري هايلي بروفيشنال من امريكا، وقالوا ان استحالة حتى نمد ايدنا نجيب عينة. اللي كان في مخي بتدور ان ما تقولوش كده، انتم مش ربنا. وبعدين كانت بتدور في مخي ترنيمة انا عايزك انت يا صاحب القوات. قطيب تحتار وهم الأرضين محتارين وبيقولوا لي عشان انت ام، عشان انت انا اساسا طبيبة. فقلت لهم لا، الرب هيعمل معجزة.
أشكرك يا رب. ففعلا قالوا لي هنحاول، فأخذوا البنت بعدوا عصير دخلوا بيها، رجعوا بعد 3 ساعات بالضبط يتأسفوا لي ويقولوا لي إن إحنا خدنا 18 عينة والبنت هتبتدي العلاج. وفعلا ابتدت العلاج، وأول طبيب الطبيب المعالج قال لها ده تريتابل وده يعني هناخد كيمو وهنشوف 6 سايكلز. فابتدت معاه خدت 3 سايكلز الأولانيين، وبعدين عملوا لها تحاليل تاني وأشعة تاني وMRI، التيومر اختفى تماما. أشكرك يا رب. وهو التيومر كان على القلب والرئة والشريان الأورطي اللي ماسك الجسم كله، يعني موقف حساس جدا. وانت طبيبة، لا يمكن حد يوصل له بالعملية. انت طبيبة. وبعدين لما عملت الـ يعني الـ التست تاني بعد 3 سايكل التيومر اختفى تماما تماما تمام. وخدت 3 سايكل التانيين بس عشان يعني ان هي تكمل 6 سايكل. ولن لما دخلوا يعملوا ياخدوا العينة مفيش اي خدش في صدرها او اي دامج للاعضاء بتاعتها حصل. وانا اؤكد وبقول الترنيمة، انا عايزك انت صاحب القوات. امين امين امين. تعمل معجزات. وهو سمع صوتك. اختاروا وريهم ايديك، وما فيش زي ايدين الرب. لما تدخل ولما الواحد يطلبه هيلاقيه باسرع وقت، فلا يأس ابدا في طلب ربنا، وهيستجيب هيستجيب هيستجيب. امين. انا بشكرك جدا من اجل هذا الاختبار المشجع جدا، وبشكرك انك بتتحدي معايا في انك ترنمي نفس الترنيمه، ولانك قلتي له انا عاوزك انت، هو اتدخل. وربنا ممكن استخدم الادويه، لكن في الاول الاطباء قالوا ما فيش امل ما فيش رجاء، لكن انا عاوز اقول لك ان ايمانك قد شفى بنتك. الرب قالها اكتر مره، ايمانك قد شفاكي، او ايمانك قد شفاك، فانت ايمانك هو اللي شفى بنتك. انا عاوز اقول للناس اللي بيسمعوني اللي بتتكلم، الحقيقه انا ما اعرفهاش لكن بتعرف نفسها بانها طبيبه، احنا مش دجالين ولا بنبيع وهم، احنا بنعلن كلمة الله الصادقة. احنا بنكلمك عن إله هو الإله القدير، الرب شفينا. اطلب الرب ايا كان خلفيتك. انا ما اعرفش انت خلفيتك ايه. على فكرة الرب يسوع مش هيقول ده مسيحي هشفيه وده مش مسيحي مش هشفيه. الرب يسوع كان بيشفي الكل. ايام ما جه على الارض جت امرأة كنعانية، وهو الكتاب يقول الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. والامرأة كنعانية مش من شعبه، لكن عندها ايمان غير عادي، بسبب ايمانها شفى بنتها. وقال بكل وضوح ما لقيتش ايمان زي ده في اسرائيل. ممكن ما تبقاش مسيحي او ما تولدتش في بيت مسيحي، لكن عندك ايمان مش موجود في قلوب الناس اللي تربوا في بيوت مسيحية. ربنا شايف ايمانك، وربنا هيمد ايده وهيتمجد معاك. في ذهني امثله كتير لاشخاص غير مسيحيين ربنا مد ايده وتمجد معهم وعمل معجزات عظيمه معاهم. هو بيحب الكل، وهو مات من اجل الكل، وهو عاوز يصنع معجزه معاك. معانا الاخت عفاف من مصر، واستاذنكم ده يبقى اخر تليفون، للوقت مر وعندنا طلبات صلاه عاوز اصلي من اجلها، لكن اعيدكم ان الموضوع لازم هكمله في حلقات قادمه. اخت عفاف اهلا بيكي، انت على الهواء اتفضلي.
اهلا بيكي. اتفضلي انت على الهوا. اهلا بيكي يا شيخ. انا عايزاك تصلي من اجل اختي منى. حاضر. اختي دي عندها كانسر في رجلها، ده كان في تحاليل كثيره طلعت ان هي عندها سرطان في الرجل. امين. انت هتشاركينا الصلاه يا منى من اجلها. انت هتشاركينا الصلاه من اجلها يا اخت عفاف من اجل منى. احنا واثقين امين. احنا واثقين ان احنا في ايد الرب انها تتمدد من التحاليل اتكررت كذا مره، فاحنا كتر تكرار التحاليل واثقين ان ايد الرب هتتمدد وهتعمل معاها معجزه وان المرض ده هيتشال. في اسم يسوع رب انا عاوزك انت، عاوزك انت رب تمد ايدك الان وتصنع معجزه يا رب مع منى. انت الاله القدير يا رب، يختفي المرض تماما من رجلها، يختفي الورم باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك لانك تسمع وتستجيب. امين امين يا رب. احنا واثقين فيك يا رب. اتفضلي صلي يا اخت عفاف. اتفضلي يا رب. احنا واثقين فيك يا رب انك انت هتشيل المرض ده يا رب، وانها مش هتعمل يا ربي عمليه في رجلها يا ربي، ولا يا ربي كلام الدكاتره ان هيحصل فيه بتر، ما هيكونش يا ربي فيه بتر. واثقين يا ربي انك انت يا ربي هتشيل المرض ده يا رب، وايدك انت اللي هتتمد يا رب، لانك انت الطبيب الشافي يا رب. مستنيين ايدك انت يا رب تصنع معانا المعجزه دي يا رب. اسمع صلاتنا يا رب، مستنيينك يا رب. انت الطبيب الشافي يا رب، انت الطبيب الشافي يا رب. امين امين. أنا متأسف أني مش هينفع أخد أي تلفونات تاني، لكن قاعد بأننا هنكمل الموضوع يعني في حلقات قادمة، لأن الموضوع في منتهى الأهمية. عاوز بسرعة خليني أقول عناوين، وفي حلقات قادمة هبقول أكثر تفاصيل. هناك أربع دلائل من كلمة الله تؤكد أن مشيئة الله هي الشفاء، علشان كده أنا بشجع إيمانكم، علشان كده أنا بقول لكل مريض اطلب الرب، اطلب الرب، اطلب الرب ما دام يوجد، ادعوه فهو قريب. الدليل الاول اعلانه عن ذاته انه يهوى رفا ووعده لشعبه أنا هو الرب شافيكم في خروج 15:26. الدليل الثاني يقول الكتاب عن المسيح في لوقا 9:11 والمحتاجون الى شفاء شفاهم. وشفنا قصه الابرص اللي صرخ وقال له يعني إن أردت تقدر أن تطهرني، والحقيقة كان الجواب في إنجيل مرقس إصحاح الأول وعدد 41، تقدروا ترجعوا لكلمة الله، يقول فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له أريد فأطهر. أريد النهاردة ربنا بيجاوب عليك ويقول لك أنا أريد شفائك. أنت بتقول لو ربنا أراد هيشفيني، أنا برد عليك بكلمة الله وبقول لك الله يريد شفائك. يمكن أتكلم في مرات تانية عن معطلات الشفاء، لكن خليني النهاردة أعلن عن مشيئة الله المعلنة في كلمة الله. هل في استثناء؟ في استثناء. بولس صلى 3 مرات وقال له تكفيك نعمتي، بس هنفهم ليه هذا الاستثناء. يمكن البعض يقول في ناس أتقية جدا وصلوا لكن لغاية دلوقتي ما نالوش الشفاء. هنفسر ليه ما نالوش. ممكن يكون الوقت ما جاش، في أسباب كتير، لكن خليني أتكلم عن القاعدة العامة. إعلانه عن ذاته أنه يهوى رفا. نمرة 2، المحتاجون إلى شفاء شفاهم، لوقا 9:11. كلامه الواضح للأبرص، أريد. أي حد جاله وقال له إذا كنت تقدر، دايما يقول أريد، هي دي مشيئة الله. بل بالعكس، ده كان بيستأذن من الناس، أتريد أن تبرأ؟ أنت عاوز تبرأ؟ أنا مشيئتي أني أشفيك، وأنا جاي لغاية عندك علشان أشفيك. الدليل الثالث في إنجيل متى صح 10:8 أو لوقا 10:9، أمر المسيح لتلاميذه اشفوا مرضى. وده التكليف اللي المسيح مكلفه لكنيسته. كنيسة المسيح يجب أن تنفذ الأمر الإلهي. أنا بشجع كل إنسان بيسمعني يعرف المسيح، اشفوا مرضى.
اشفوا مرضى، صلوا للناس، اعلنوا هذا الإيمان للناس. الله يريد أن يستخدمنا لشفاء المرضى. معجزة شفناها على السوشيال ميديا قريب، دي واحدة من مئات المعجزات، من آلاف المعجزات. الله يصنع المعجزات. يمكن المعلقين في مصر أو المعترضين يعترضوا زي ما يعترضوا، الله بيصنع المعجزات. في أماكن في مصر ناس ماتت وقامت بشهادة أطباء كانوا حاضرين موت الأشخاص وقيامتهم، كيف ربنا قومهم من الموت. وأنا بقول شهادة أطباء أعرفهم أنا شخصيا. يسوع مش يشفي المرض لكن يقيم من الموت. خليني أتكلم أكتر وأكتر في حلقات قادمة، لكن أمر المسيح، أمر لتلاميذه اشفوا مرضى. أيضا في رسالة يعقوب الإصحاح الخامس عدد 14 يقول لنا الكتاب: أمريض أحد بينكم فليستدعي شيوخ الكنيسة علشان إيه؟ يصلوا لأجله، وصلاة الإيمان تشفي المريض. يبقى واحد مريض يعمل إيه؟ يطلب حد يصلي من أجله. دول أربع أدلة من كلمة الله، هتكلم عنهم بالتفاصيل في حلقة قادمة هخصصها لأني أكمل موضوع الشفاء المعجزي. لكن دول الأربع دلائل اللي موجودين في كلمة الله اللي بتخليني أصلي وهفضل أصلي. شفت معجزات وهشوف معجزات، ويا رب يكون لك نصيب في هذه المعجزات. علشان يكون لك نصيب لازم تصلي، لازم تطلب الرب، ولازم يكون عندك إيمان وثقة في إلهنا القدير. خليني في اللحظات اللي فاضلة من البرنامج أحط طلبات الصلاة اللي وصلت على الهواء، وأشجعكم أن تتواصلوا معنا في قناة الحرية. سيبوا طلبات الصلاة في الكول سنتر وهنصلي من أجل كل هذه الطلبات. وبرضو بحب أوضح لكم إحنا بنصلي معاكم، أنتوا الأهم، أنتوا لازم تصلوا. الله سامح بكل ده عشان أنتوا تصلوا، والمعجزة هتحصل لما أنتوا تصلوا. عندكم حد مريض في البيت، اتحدوا كلكم وصلوا. الله عاوز يملى بيوتكم بالصلاة، بس على ما يبدو أنه ما كانش نافع طريقة تانية. ربنا حرككم علشان تصلوا غير بالطريقة اللي ربنا عملها. صلاة من أجل ميمي للشفاء من ألم في الرجلين، من مدي إيدك يا رب وإلمس ميمي. صلاة من أجل سامي، ربنا يرتب ارتباطه. صلاة من أجل منى ميخائيل لأجل عدم تغيير الركبة، مدي إيدك يا رب أنت واشفي يا سيد الرب، أنت الإله القدير. صلاة من أجل إيمان وأشرف، أن الرب يشفيه ويفتح أبواب العمل في اسم يسوع يا رب. صلاة من أجل هالة أنها تشفى من الاكتئاب، بصلي من أجلها يا رب. وبصلي من أجل كل مريض نفسي يا رب بيعاني من اكتئاب، بيعاني مش قادر ينام يا رب، تعبان جدا مش عارف يعمل ايه، مدي ايدك والمس واشفي يا سيد الرب. بصلي ايضا من اجل الناس اللي عندهم امراض ذهنية يا رب، بصلي من اجل اختي ناهد يا رب، مدي ايدك يا رب، مدي ايدك واشفيها، انت تقدر تشفيها من الذهان اللي هو فيه يا رب. هي بنتك يا رب، هي بنتك، وانت بلمسة من يمينك تقدر تشفيها. طلبت صلاة من أجل هالة إنها تشفى من الاكتئاب، طلبت صلاة من أجل مجدي شفاء الأعصاب والعضلات، طلبت صلاة من أجل الطفل كيروس، مش عارف كيروس أو كرولوس، عنده سرطان في الدم، الطفل كراس، مدي إيدك يا رب واشفي كراس يا سيد. صلاة من أجل تحرير من أرواح الشر والسحر، بصلي الآن يا رب إذا كان هناك سحر معمول في أي بيت يا رب صوتي بيسمع فيه، اسمك بيعلن في اسم يسوع، الآن يبطل كل عمل للسحر، الآن أأمر إبليس أن يطرد خارجا. أعلن هذا البيت للمسيح، وأعلن أن دمك مرشوش على العتبة العليا والقائمتين يا سيد الرب. طلبت صلاة من أجل تحرير كمال وزوجته في اسم يسوع، طلبت صلاة من أجل شخص متزوج في كولومبيا والطفل اتاخ الأم وتركت الزوج وخدت الطفل، يا رب ارحم يا رب، يا رب ارحم.
لم شمل الأسرة يا رب ورجع الطفل للأحضان من جديد يا رب. طلبت صلاة من أجل ميلاد مصاب بمرض نادر في الأعصاب، يسوع يشفيك يا ميلاد، يسوع يشفيك. طلبت صلاة من أجل ماجد، ربنا يفتح له باب الرزق، أمين يا رب. طلبت صلاة من أجل افتقاد حياة مينا. طلبت صلاة من أجل نبيلة كامل، شفاء مش بتقدر تاكل. طلبت صلاة من أجل نرجس روماني، عمل عملية زرع الكلى وبعدها دخل في غيبوبة. زور جرجس يا رب وفوقه من الغيبوبة واديله حياة جديدة يا رب. طلبت صلاة من أجل ابن الرب في غيبوبة. طلبت صلاة من أجل أبو نتالي عنده مشاكل عائلية. طلبت صلاة من أجل داود. طلبت صلاة من أجل حماية الرب. طلبت صلاة من أجل أخويا عنده مشاكل. صلاة من أجل عملت فحوصات في الأمعاء، ربنا يطمنك. طلبت صلاة من أجل مادونا عاملة تحليل. تحط كل ده قدامك يا رب، كلهم محتاجينك وكلهم واثقين في قوة الصلاة، كلهم واثقين انك تقدر تمد ايدك يا رب وتصنع معجزة معاهم. طلبت صلاة من اجل شفاء فؤاد عنده ورم، ليختفي الورم الان. طلبت صلاة من اجل اولادي يمتلئوا من الروح القدس، شفاء نفسي. طلبت صلاة من اجل الامراض النفسية. طلبت صلاة من أجل ابن الرب عماد عنده نزيف في المخ، زوره أنت يا رب، زوره أنت واشفيه. طلبت صلاة من أجل مجدة فهمي، مدي إيدك بالشفاء يا رب. طلبت صلاة أن الرب يعمل معجزة، أنا واثقة في الرب، يديك الرب بحسب إيمانك. طلبت صلاة من أجل أرمية عنده مشاكل في العينين. طلبت صلاة من أجل ماريا عندها أمراض. طلبت صلاة من أجل شاب محبوس فك حبسه يا رب. بنحط هذه الطلبات أمامك، لا يعصر عليك أمر، تقول فيكون. مد يدك بالشفاء ولتجرى عجائب وآيات باسمك أيها الرب يسوع. نعم رب، كل مريض بحطه قدامك بسألك أنك تزوره النهاردة زيارة خاصة وتلمسه بيمينك يا رب لمسة شفاء. كل مشكلة، كل أمر احتاروا الناس فيه بنحطه أمامك يا رب، أنت الإله القدير، اتدخل، عظم صنيعك. نشكرك يا رب لأنك سمعت واستجبت. ليك يا رب كل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد، أمين. أحبائي بشجع إيمانكم، بشجعكم أنكم تستمروا في الصلاة، تثقوا في إلهنا لأنه إله قدير، هو إله أمانة لا جور فيه البتة. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يشفي جميع أمراضك. أمين أمين أمين. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الميعاد والرب معكم.